فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضية لأجل التشجيع؟ هل هذا جائز؟ لأجل التشجيع. النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال، لا تخرج إلا إلى حاجتها في الأسواق مع اعتزال الاختلاط والتحجب، وترجع إلى بيتها في أسرع وقت، أو لعملها إذا كان لها عمل موظفة، تخرج لعملها غير مختلطة بالرجال، غير متزينة، غير متطيبة، تحذر من الفتنة، أنها مسؤولة عن نفسها أمام الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عن مواطن الفتنة. أما الرجال، حتى الرجال ما يجي يكره لهم أو يحرم عليهم حضور الرياضيات والمباريات الرياضية، لأنها فيها ضياع وقت ولا فيها فائدة، ويغلب فيها أيضا تأخير للصلاة، وفيها ربما كشف للعورات، فيها لغط، فيها مصلحة أبدا. نعم.